فيك الخير والله يا طارق بيه. ما كنتش اتوقع ولا اتخيل ان حضرتك تيجي تزورني هنا. عايزني اتوسط لك يعني في الحبس هنا ولا حاجه؟ لا ما انا مش هطول هنا كتير، كده كده هخرج واكيد سيادتك عارف قضايا الفساد اللي من النوع ده تفاصيلها بتبقى كتير قوي، وفي الغالب بيبقى ليها اكتر من كبش في ده. لحد دلوقتي جايز، يمكن موقفك في القضيه بيتحسن، لكن دي مسألة وقت. إن شاء الله لغاية ما أجيب الأدلة هنخليك معانا هنا في السجن. بدل البدلة البيضة اللي أنت لابسها دي هتبقى بدلة زرقاء أو حمراء. لا يا طارق، ما بحبش الألوان الفقعة، بتضايقني. وبعدين أنت هتستفيد إيه من موتي ولا سجني؟ ما الدنيا بره زي ما هي، ما اتغيرتش. الشر موجود والخير موجود يا طارق بيه. ما بلاش الكلمتين بقى اللي انتوا حافظينهم دول. انت عايز ايه يا سيف؟ عايز ادلك على طرف الخيط اللي هيخليك توقع ناجي وحيد، اللي هو اصلا مش ناجي وحيد. انت فاكر ان انا مستنيك عشان تديني معلومات؟ لو ما عنديش معلومات مهمه ما كانوش حاولوا يصفوني من شهرين في السجن. انا عارف كل واحد فيكم شغلانته ايه وبيعمل ايه ودوره بيبتدي فين وبينتهي فين، بس ملحوقه كله بأوانه. انت عايز ايه؟ ولا حاجه، عايز اعمل واجب معاك. هخليك توقع اكبر تاجر سلاح في مصر، بس مش هو ده اللي انت عايزه؟ ايوه هو ده اللي انا عايزه فعلا، بس اللي انت عايزه بقى ان انا اقبض عليه وبعدين انت تخرج من السجن ويبقى الملعب مفتوح قدامك. ايه؟ عايز تستغلني؟ استغفر الله يا باشا، حاشا لله. مضطر استاذن، معلش معلش ما قدرتش اجيب لك حاجه، كنت مستعجل، لكن ملحوقه ان شاء الله. ان شاء الله المره الجايه اجي ازورك في السجن بعد ما تاخد الحكم اللي انت تستاهله. بالمناسبة ناجي وحيد يبقى نوح. الحاج عوض السلموني بعتني لحضرتك وقال لي ان اخر الموضوع ده هلاقيه عندك. ده حقيقي، السكك اللي بتخش منها البضاعة بالكميات دي سكك. أنا يعني البضاعة الجديدة اللي نزل السوق دي نازلة على إيد حضرتك؟ لا، بلغ الحاج سلموني إنه حقه هيرجع. ماشي، في انتظار تليفون حضرتك بعد إذنك. خطاب بزنس يعني؟ كنت متأكدة انك مش جاية تشوفيني عشان وحشتك زي ما بتقولي. احنا ممكن نتكلم في البزنس. ايوه البزنس ده هو اللي هيخلينا نكبر، او على الاقل نفضل زي ما احنا. لا ما شاء الله يا رودي، اتغيرت كتير قوي في الفترة القصيرة دي. ما انا اكيد مش هفضل صغيرة على طول. عايزة ايه يا رودي؟ عايزة اشتغل. ما انت عندك المجموعة السياحية بتاعت ابوكي، واللي عرفوا ان سيف العزازي كتب باسمك كل حاجه. يعني بقى عندك كل حاجه ومحدش يقدر يوقفك عن اللي عايزه تعمليه. وانا بقى عرفت ان انت بتشتغلي في حته بعيده كده، بعيد عن الرصاص والدم. تشتغلي في مخفه وزنه وغلى ثمنه. ده شغل ولا بحلقه؟ لحد دلوقتي بحلقه، لكن لو بقى شغل صدقيني هبقى مبسوطه قوي. انت طبعا عارفه الثروه اللي تحت ايدي تقدر بكام. يعني أي حاجة هتحتاجيها في شغلك هقدر أوفرها لك. فكري، كلميني، صدقيني هتلاقي رودي تانية خالص. على فكرة أنا معجبة بيكي جدا وبذكائك وبشخصيتك من أيام ما كان بابا عايز يتجوزك.
ال 10,000 جنيه دول بتوع طلبيه الحاج فرجاني بتاع العتبه، كان المفروض يستحقوا الاسبوع اللي جاي بس هو جابهم النهارده. ال 4,000 جنيه دول بقى بتوع الحاج صلاح اللي هو. خلاص يا عم محمود. في ايه يا محمود؟ انت يا ابني مش رجعت. ايوه عم ذكر، بس انت لازم تبص بص على الحسابات يعني. اعتبرني يا سيدي بصيت ورجعت كمان، في حاجه تاني؟ خلاص اهو ادي الفلوس اهي. انا بقى كنت عايز افتحك في حاجه كده. محمود اذا هتتكلم معايا في الشغل بلاش. لا مش هتكلم معاك في الشغل. انا هفاجئك. انا قررت اتجوز. يا راجل معقول يا محمود؟ يا اخيرا يا ابني، ده يوم المنى لما تبقى عريس يا محمود. يوم المنى المفرح بيك يا ابني. يا ده انت رشفت رقنا يا محمود. انا عارف يا عم ذكري انك هتفرح لي من قلبك. طبعا. لان انت زي ابويا وانت اللي مربيني يا عم ذكري، وده اللي شجعني وخلاني اجيلك يعني واطلب ايد شمس. شمس؟ ايوه يا عم ذكري، هو انا هلاقي زي شمس؟ وبعدين احنا متربيين مع بعض واحنا اولى ببعض. على فكره انا كنت ناوي اجيب امي معايا، بس هي قالت لي لا يا ابني لازم نمشي بالاصول الاول، روح انت فاتح عمك ذكري واول ما يوافق هاجي معاك على طول. والله يا عبدها اللعيب ابو محمود، ستي بتفهم في الاصول صحيح. عموما يا محمود يا ابني انت اصلك فاجئتني، وده جواز يعني رأي الواحد مش هيبقى مهم، لازم اخذ رايها هي كمان. ايوه عم ذكري انا مش مستعجل، حضرتك خد وقتك وبعدين رد علي. ماشي ربنا يا ابني يعمل اللي فيه الخير. شد حيلك يا واد خالي، كلنا لها. شد على الله يا عيشة. أنا عارفة النار اللي في قلبك، وعارفة إن مفيش حاجة ممكن تطفيها غير إنك تاخد روحه بيدك. للأسف مبقاش قدامي أي حل تاني، بس أنت إيه اللي هو قلبك كده يا عيشة؟ أنا أكتر واحدة اتأذت من الظلم والظلمة، وتعلمت إن الحق والعدل لازم يتحققوا مهما كان التمن. عندك حق، بس أنا كان نفسي عمري ما أفكر في الانتقام، بس للأسف مفيش قدامي أي حل تاني. بقيت حاسس إن رحمة مش عايزة تجيلي في الحلم، عشان ما خدتش بطارها وقلت لها حقها. بقيت حاسس ان هي زعلانة مني. رحمة عمرها ما تكون زعلانة منك يا حسن. وانت تعرفي منين بقى وانت عمرك ما شفتيها؟ انا صح ما عرفهاش، بس اعرف الحب واللي بيحب. طيب يا ستي اللي تعرف الحب واللي بيحبه، تفتكري هي ممكن تسامحني؟ مسامحاك، مسامحاك يا حسن، ولما تجيب لها حقها هتجي لك في المنام وترضيك. يا رب يا رب يا عيشة يا رب. عشان هي وحشتني قوي، بس المهم اللي زي موسى ده لازم يدفع تمن اللي عمله. هو ده العدل يا حسن. اتفضل يا بابا الدواء، الشفا ان شاء الله. تشكر يا بنتي، تسلم ايديك. اقعد يا شمس انا عاوزك. خير يا بابا، اتفضل. شمس يا بنتي انا عارف انه مش وقته، بس
خصوصا في الظروف اللي احنا فيها دي. بس اصلي محمود جاني وطلب ايدي مني. محمود مين يا بابا؟ ابن ام محمود؟ ايوه يا بنتي، محمود ابن ام محمود. انا عارف ان من حقك تستغربي، بس يعني وماله محمود يا شمس؟ ماله؟ شاب محترم وعارفين اصله وفصله، طول عمره جارنا ومتربى على ايدينا. أي بابا، بس انا عمري ما شفت محمود غير جاري وزي اخويا عماد الله يرحمه. وبعدين احنا مش شبه بعض في اي حاجه، ولا تعليمنا ولا تفكيرنا. بصراحه يا بابا انا ما بفكرش في الجواز دلوقتي. الشمس يا بنتي، الشهاده مش كل حاجه، الشهاده مش كل حاجه. وبعدين انت ما بتفكريش في الجواز ليه؟ وانت مش بنت زي كل البنات. وهتفكري امتى يا شمس؟ يا بنتي انا من حقي افرح بيكي واطمن عليكي. مش الجواز يا بابا اللي هيخليك تطمن عليا. عموما يا شمس، تقبلي محمود ترفضيه انا مش هغصب عليكي. بس حكايه انك ما بتفكريش في الجواز دي هي اللي انا مش موافق عليها. عموما يا بابا كل شيء اسمه نصيب، مش ده كلام حضرتك؟ ونعمه بالله يا بنتي. بس برضو انا مش موافق على انك ما تفكريش في الجواز. اهلا نسلم. خطوه عزيزه. الله الله الله، هو انا بقى بيتقال لي الكلام اللي بيتقال للغرب ده ولا ايه يا نوح؟ بلاش نفتح في القديم يا سليم. غريبه، مع اني كنت فاكرك عايزني عشان نفتح في القديم، بس الظاهر ان انت نسيته. انا لو فتحت في القديم هشيلك كتير. يبقى انت لسه مصدق التخاريف اللي في دماغك دي. ممكن اعرف بقى عاوزني في ايه؟ انا مش عاوزك، انا عاوز حاجه عندك. حاجتي الصندوق الاسود. قصدك اللي الشركه عاوزاه؟ واللي يخص الشركه يخصني، اعتبرني مندوب. لا يا معلم، اللي يخص الشركه يخصني انا، ما يخصكش وما يلزمكش ومالكش فيه. واديني بقول لك اهو، أنا مش هسلمك حاجة. جرى إيه يا نوح؟ بذمتك يا راجل أنت عايزني أفرط في آخر كارت مخليني مأمن ظهري مع الشركة؟ أنت كده بتعديني. سبق وأنت اللي ابتديت ولسه مكمل أهو. وبعدين مش أنت دلوقتي بقيت كبير السوق؟ خلاص اتصرف وهات الصندوق واديه للي موكلينك تجيبه. ولا انت عايز تاخد بنط على حساب حياتي وحياه العطارين؟ هجيب الصندوق وهكسب البنط. وانا مستني اهو وهشوف. سلام. طب بص دي، بص دي، بص دي، بص دي، بص دي، ترابتر اهي 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 اهي. يا صباح الفل، ده ايه القمر ده؟ اهلا. ايه الوش ده؟ مالك يا سلمى؟ قفش عليا ليه؟ مش كفايه اني باجي اشوف ابن اختي تحت الحراسه؟ انت اللي عملت في نفسك كده، انت اللي مشيت ورا دماغك. وبعدين كويس ان انت لسه عايش اصلا. لو ما عم مسلم اتدخل مع باباك وحل المشكله كان زمانك مع الاموات. وخلاص عرفت ان انا غلطان وتوبت وندمت كمان. خلاص بقى. وبعدين ما تنسيش ده انا ابو سمره الرايق ايام الانس كلها. وانت كمان ما تنساش ان انا سلمى العطار مرات علي العطار.